أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها العمل مع جميع القادة الليبيين لإنهاء القتال في العاصمة طرابلس ودعم الجهود الدولية لتحقيق حل سياسي ينهي الأزمة بالبلاد. وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان بمناسبة العام الميلادي الجديد إن بلاده ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي لتحقيق السلام والاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية.